شاب روسي قرر مواجهة البطالة بإعلان نفسه أنه المسيح ابن مريم عليه السلام، والمفاجأة أنه تحول بنظر قطاع واسع من الناس إلى السيد المسيح فعلاً. ترعرع سيرجي توروب في سيبيريا وخدم في جيش الاتحاد السوفيتي السابق. التحق بعدها بالعمل لدى الشرطة الروسية كضابط دورية، إلا أنه فقد وظيفته فدخل بمرحلة من الاكتئاب. تزامن فقدانه لوظيفته سقوط الاتحاد السوفيتي فلم يجد عملا آخر، فظهر لمن حوله مدعيا أنه المسيح ابن مريم، وأقنع من حوله بأنه السيد المسيح قد تجسد فيه ليخرج العالم من الظلمات للنور. آمن به الكثير ممن حوله نظرا للشبه بينه وبين لوحات المسيح الشهيرة. عام 1995 أنشأ كنيسته الخاصة التي أطلق عليها كنيسة العهد الأخير. جمع سيرجي في كنيسته بين تعليم الأرثوذكسية والبوذية التي تؤمن بالتناسخ ونهاية العالم. ازداد متابعوه، فقرر جمعهم بمستوطنة أطلق عليها اسم مدينة الشمس، وحولها لما يشبه دولة منع فيها العنف والكحول والتعاملات النقدية، كما حرم على أتباعه التكنولوجيا الحديثة ومراجعة الأطباء والمستشفيات. أبشر أتباعه بأن نهاية العالم اقتربت وسيكونون الطائفة الوحيدة الناجية بين البشر. ألغى عيد الميلاد الذي تحتفل به الطوائف المسيحية واستبدله بعيد ميلاده الشخصي. جذبت تعاليمه مريدين من أنحاء أوروبا كافة، خاصة ألمانيا، ووصل عدد متابعيه داخل المستوطنة 4000 شخص. كان منهم أطباء ومثقفون وشخصيات ثقافية وسياسية وقادة عسكريون سابقون. اتهمته السلطات مؤخرا بالاحتيال على تلاميذه، حيث كان يأمرهم بتخصيص جزء من دخلهم الشهري له. كما اتهم بإلحاق أضرار جسدية ونفسية واستغلال الأطفال جنسيا لمتعته الخاصة. قامت أخيرا السلطات الروسية بعملية عسكرية ضخمة نجحت خلالها باعتقاله تمهيدا لمحاكمته. شاركنا برأيك، ما الكلمة التي توجهها لأتباع سيرجي الذين صدقوه؟ إيكو عربي.